ويمكن أنت اليوم محتاج أنه فعلاً أنه الرب يرد لك البصيرة الروحية. يمكن عندك شكوك، عندك تساؤلات، لكن انظر إلى هوية يسوع. شوف، طلع بصراحة، خلينا نكون صريحين مع بعض. في شخصية مثل المسيح؟ مين في شخص كامل؟ قل لي، بلاش الكذب، الكتب كلها موجودة. قل لي مين في شخص كامل مثل المسيح؟ قل لي مين بصراحة. ما بالك إن المسيح ما فيش مثله، لا مثيل له، متميز متفرد. طب سؤال تاني، في شخص علم تعاليم فائقة مثل المسيح؟ ما تقول ليش اقتباسات من هون وأغلبها خرافات. في شخص صنع معجزات مثل المسيح؟ سمعت واحد بيفتح عيون، بخلق، بيغفر خطايا، يقيم الموتى، يعطي النفس، الإبراء والإحياء أيضا. بصراحة مين؟ فما فيك تيجي تذكر كلمة سريعة من غير ما تبحث مين هذا الشخص اللي بنتكلم عنه. طب إذا بدي أتبع شخص، مين أتبع بصراحة؟ قل لي، خليها بناتنا، مين بدك تتبع؟ مين؟ مين في شخص كامل تتبعه؟ شخص نقي، طاهر، مسالم، محب، غفر للأعداء، مثال كامل لإلنا، مين تتبع بصراحة؟